مساء الخير لكل الساده المشاهدين في مصر وخارج مصر. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اكلات وتكات شيف حسن على قناه الحياه. زي ما عودناكم تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38 55 00 17 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر، عشان الصيف وعشان الاجازات وعشان الليالي والسهر والجمال. تعالوا نعرف المنيو بتاعنا النهارده هنعمل ايه. هنعمل عشاء الصيف الجميل بتحابيش. عشاء الصيف الجميل عباره عن ايه يا عم حسن؟ زي ما كان نعمل بطاطس محمره، وهنعمل بطاطس مهروسه، وهنعمل جبنه بالخلطه الطماطم، وهنعمل فول بالتخديعه، وهنعمل كمان بصاره، وهنعمل كمان شكشوكه، وهنعمل شويه بتنجان مخلل، وهنعمل شويه بطماطم مخلله، وشويه فلفل مخلل بتركات وحركات شيف حسن. تعالوا عشان نعمل عشاء بالليل واحنا سهرانين، عندنا ضيوفنا او عندنا اصدقائنا او العيله الاولاد، تعالوا نعمل شويه افكار نلم الولاد بالليل على عشاء جميل مصري اصيل عباره عن ايه. اول حاجه هنعلق على البصاره، بجيب كوبايتين من فول المدشوشه نقيه كويس واشطفه وانقعه لمده ساعتين. كوبايتين من الفول المدشوش انقيه واشطفه وانقعه لمده ساعتين. قدامي الكوبايتين اتنين هم عشان اعمل عشاء، مش هعمل اي حاجه، كوبايتين اتنين. واجيب بصلايه وخمس فصوص ثوم وطماطمايه وجزرايه، دي اول خطوه. وميه سخنه بتغلى على النار، يبقى الميه سخنه بتغلى على النار، وادي الفول المدشوش اللي انا نقيته وشطفته ونقعته ساعتين وبصلايه وخمس فصوص ثوم وطماطمايه وجزرايه. هعمل ايه؟ هصفي الكلام ده كله الاول عشان ابدا احطه مع بعض، على ما اخلص حاجتي يكون الفول بتاع البصاره يكون استوى عندي عشان اضيف له الخضره واعمل له التركه بتاع الشيف حسن. قدامك اهو الميه سخنه بتغلي، احط فيه كوبايتين الفول المدشوش تمام. وبعد كده يا عم حسن خطواتك كده كلها قدامك، احط فيها ايه يا عم حسن؟ احط خمس فصوص ثوم سلام كده، واحط له كمان بصلايه متقطعه مكعبات، وطماطمايه متقطعه مكعبات، وجزرايه متقشره ومتقطعه مكعبات، واسيبهم يستووا مع بعض، اقلبهم تقلبتين كده اهو، واغطي عليهم على ما اخلص حاجتي يكون ده استوى، اضيف له الخضره واضيف له التركه وابدا اعمل معاه شويه ورد عشان نعمل احلى شويه بصار. احنا بدانا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم عشان الصيف والمصيف والسهر والاصدقاء والعيله. تعالوا نعمل مع بعض شويه تحابيش للعشاء. تحابيش العشاء بدانا اول حاجه بالبصاره، حطيت ميه سخنه بتغلي، وحطيت كوبايتين من الفول المدشوش نقيتهم وشطفتهم ونقعتهم لمده ساعتين، وحطيت خمس فصوص ثوم وبصلايه وطماطمايه وجزرايه واسيبهم يستووا. على ما اعمل ايه؟ على ما اعمل شويه بتنجان بالتخديع. بجيب بتنجان عروس زي ما انت شايفه كده قدامك اهو، خطواتك كده كلها قدامك. وبعد كده عم حسن ابدا اقشر جزء منها واسيب جزء منها، خطواتك كده كلها قدامك واحده واحده كده عشان اعمل شويه بتنجان بالتخديع. هحمر البتنجان بتاعي بعد ما اقشر حرف واسيب حرف كده اهو قدامك، بس علامه ديكور تشجيع للولاد ياكلوها. خطواتك كده كلها قدامك واحده واحده. وبعد كده ابدا اقطعها سلايس رفيع عشان احمرها، وبعد كده اعمل لها التخديع بتاعتها، وعلق على شويه الفول وعلق على الشكشوكه واعمل كل حاجتي واظبط واعمل كل حاجتي مع بعض. اقطعها على اتنين كده، وبعد كده اعملها تخينه عشان تبقى تستاهل. تقدري تعمليها في الفرن وتقدري تقليها في الزيت زي ما انت عايزه. خطواتك كده كلها قدامك اهو، اروح واخدها كده اهو فرداها ومديها رشه ملح بسيطه كده عشان الرطوبه، رشه ملح بسيطه عشان الرطوبه. خطواتك كده كلها قدامك. وبعد كده يا حسن اقطع التانيه، ما تعملهاش تخينه عشان ايه؟ تاخد مع بعض، ما تقطعهاش تخينه زي ما انت شايفه كده قدامك اهو، وافرديها ورش عليها سنه ملح، افرديها كده ورشه ملح عليها من فوق كده، اسيبها شويه على ما اعمل التخديعه. لسه بقى التخديعه بتاعتي عبال ايه؟ معلقتين سمنه، معلقتين سمنه عندي ايداح التخديعه بتاعتها على ما يمتص الرطوبه بلا شويه الملح الخشن اللي انا حطيتهم عليه. خطواتك كده كلها قدامك، والبصاره متعلق عليها تستوي، ولسه الخضره بتاعتها والتركه بتاعتها واحده واحده كده. اقدح الكلام ده كويس قوي السمنه مع بعض، وفي نفس الوقت سايبه البتنجان بتاعتي يمتص منه الرطوبه بعد ما رشيت له شويه ملح خشن. اجهز الزيت بتاعي اللي انا هقلي فيه. قدامك التفاصيل اهو، واجيب منشف مطبخ على صينيه عشان اطلع فيه اللي هيطلع من عندي القليه بتاعتي. اتاكد من الكلام ده، ارجع هنا اهو
للطشه بتاعته. احط عندي توم مكعبات زي ما انت شايف كده، حمصهم، وتوم مهروس، توم مكعبات وتوم مهروس، احمصهم كويس قوي في السمنه بتاعتي، والريحه تطلع عليا اهو. خطواتك كده كلها قدامك، بص عليها تتحمص ما تستعجلش، خطواتك كده كلها قدامك اهو. وبعد ما تتحمص كويس قوي قدامك اهو، التومه تتحمص، خد بالك من التريك اهو، حمصيها تاخد لون ذهبي فاتح، لون ذهبي فاتح، لسه ما تستعجليش تاخد اللون الذهبي قدامك واحده واحده. تعالى هنا اهو، اول ما تتحمص قدامك كده هعمل ايه يا عم حسن؟ هروح جايه جايبه لها معلقتين من الخل. يا تفاصيلك الكيمياء تشتغل. وانت بتبخري الخل كده عشان الطعم بتاعها، اروح مديها ايه يا حسن؟ معلقه صلصه، ومحورها فيها كده معلقه الصلصه، واسيبها تحور مع بعض. على ما اخد ايه البتنجان بعد ما عدى عليه 10 دقائق، اروح منزلاه في زيت سخن عميق عشان احمره. قدامك التفاصيل اهو، ادي البتنجان بتاعي بحمره قدامك اهو، والخلطه بتاعتها بعملها. ارجع هنا اهو للتومه والسمنه والخل وصلصه الطماطم. بص بقت عامله ازاي بوريه، ازاي جلاسيه خالص زي ما انت شايف. هعمل ايه يا حسن؟ هتبله شويه ملح، شويه فلفل، شويه كمون، شويه شطه، وشويه سكر، خد بالك اهو. ويعتقوا مع الخليط ده كويس قوي، خدي بالك ما تستعجليش، عتقي ده كويس قوي اهو. بص عتق ازاي، تمام يا جمالك. اروح جايباله عصير الطماطم يا تفاصيلك، واسيبه يركز قوي ويتسبك قوي. على ما البتنجان بتاعي يعمل ايه يا عم حسن؟ على ما البتنجان بتاعي يستوي، خطواتك كده كلها قدامك، احلى شويه طشه للبتنجان. تعالى بص على البتنجان بتاعي، خطواتك كده كلها قدامك اهو، وانا مرفعاه عشان ما ياخدش سوا. تقدري تسويه في زيت او في الفرن زي ما انت عايز. تعالى لما بص هنا على البصاره، اتفقنا ان ميه سخنه بتغلي، وادي الفول المدشوش والبصل والثوم والطماطم والجزر كله قدامك اهو. على ما اخلص هيكون استوى، لان انا نقع الفول لمده ساعتين. تعالى بقى هنا اهو نعمل شويه الفول بالتخديعه على ما البتنجان يجهز والصلصه بتاعته تجهز وكمان البصاره تستوي. هعمل ايه هنا فول بالتخديعه يا عم حسن؟ زي ما انت شايف معلقتين سمنه احطهم هنا عندك اهو، وجايبه بصلايه يقدحوا عندي اهو، معلقتين السمنه بتوعي، خطواتك كلها مع بعض. يبقى هعمل لك عندك، تقدر تستعمل كل شيء عندك عشان تستعمله. الصواني دي عشان تعملي اكل شرقي، الصواني الصغيره دي تقدري تستعمليها لاطباق الاستانلستيل، لاطباق الالومنيوم، الصواني الالومنيوم، اعملي الجو الشرقي للعيال وانت بتاكليهم. تعالى بص الصواني بتاعتنا الصغيره دي، هنحط فيها الفول بالتخديعه، هنحط فيها الشكشوكه، هنحط فيها كل حاجه زي ما انت عايز يا جمالك. وانا هنا بالحل الاخر اقلب في الصلصه بتاعه البتنجان بتاعتي، وابص على البتنجان بتاعي. البتنجان بتاعي زي ما انت شايف كده، بقول لك يا تفاصيله، شويه الملح اللي احنا حطيناه عمل ايه يا عم حسن؟ سحب شويه الرطوبه اللي فيها. ارجع هنا اهو للفول بالتخديعه، السمنه، وادي البصل الناعم، سمنه وبصل ناعم، وادبله كويس قوي كده، بقى سمنه وبصل ناعم، معلقه سمنه بلدي بالدنيا كلها، والريحه تقلب البيت بتاعتك كده. بعد ما دبل كده، معلقه ثوم مهروس، ودبليهم مع بعض، السمنه البلدي والثوم والبصل الناعم والثوم المهروس، خطواتك كده كلها قدامك اهو. وبعد كده يا عم حسن اكون مجهزه قرن فلفل رومي اخضر، قرن فلفل رومي، فلفل حار بدون بذر، طماطميه مكعبات، معلقه صلصه، كوبايه فول، شويه ملح، وشويه كمون، وشويه كزبره خضراء، عشان اعمل احلى شويه فول بالتخديعه اعشي ولادي بيهم. ادي الفلفل الرومي، الفلفل الحار، طماطميه، معلقه صلصه، كوباية فول، شوية ملح، شوية كمون، شوية كزبرة خضراء، كل تفاصيلك كده قدام. دبل البصلاية كويس قوي مع التومة مع علقة السمنة البلدي قدامك كده، وده مكونات الشكشوكة قدامك اهو.
كله كده قدامك اهو واحده واحده، والبتنجان بتاعي والصلصه بتاعتها بتقعد بتاثر خالص، وتبخر منها الخل عشان طعم السكر والخل يكون مع بعض. زي ما انت شايف كده قدامك اهو، تفاصيلك كلها قدامك بتاثر عندي. ابص على البتنجان برضو، ادي البتنجان بتاعي جاهز اهو، مش محتاج اكتر من ان انا اصفيه، اصفيه واحطه على منشف المطبخ، واجيب التاني. خطواتك كده كلها قدامك يا جمالك، واحده واحده كده اهو. وادي التاني اهوت عشان يتقلوا مع بعض. ارجع هنا اهو للتخديع بتاع الفول، البصلايه ومعلقه السمنه البلدي والتومه شبقت شفافه خالص. احط قرن الفلفل الاخضر الرومي واحوره كويس قوي، واحوره زي ما انت شايفه كده قدامك اهو. خطواتك كده كلها قدامك زي ما انت شايف، كل التفاصيل كل حاجه قدامك اهو عشان تستمتع بيها. حطيت قرن فلفل الرومي الاخضر، اروح عامله له ايه؟ جايبه له قرن فلفل رومي، فلفل حار بدون بذر، واقلبه تقلبتين. ادي التخديع اهو. وبعد كده طماطمايه لحم، معلقه صلصه، وادخل كل مكوناتي دي مع بعض، وادبل المعلقه السمنه، البصلايه، الثوم، فلفل الرومي، فلفل الحار، الطماطم، معلقه الصلصه، كل ده يدبل مع بعضه عشان تعملي شويه تخديعه قدامك اهو بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. وبعد كده الصلصه بتاعت البتنجان اقلب فيها من الحل الاخر عشان تشوف التفاصيل. والبصاره بتستوي على النار. تعالى بقى انا اهو وانت بتعمل التخديعه الجميله دي، بص التخديعه تبقى دبلانه وتجرش تحت درسك، خد بالك مش اكتر من كده، ما تتكيش عليها في سواها، لازم تبقى تجرش تحت درسك وانت بتاكليها قدامك اهو. اروح جايبه كوبايه الفول المدمس بتاعتي، بص بحبايتها كده، واتبلها ملح، واتبلها كمون، وشويه كزبره خضراء، وشويه كزبره خضراء. بص تفاصيلك اهو قدامك، شويه كزبره ملح وكمون وكزبره خضراء، ودخلها في التخديعه بتاعتها. عايزه حبايه الفول صاحيه كده مبروك عليكي، عايزه حبايه الفول صاحيه كده مبروك عليكي، عايزه تهرسيها نص كده في الميه زي ما انت عايزه بايديكي تعمليها. انا بحبها نص في الميه، تبقى نص ونص مجروشه قدامك اهو عشان تستمتعي باحلى شويه فول بالتخديعه بتركات وحركات الشيف حسن. قدامك الفول بالتخديعه، واحده واحده اهو، ياخد وقته. على ما اشوف ايه هنا، الصلصه بتاعت البتنجان بدات تاثر اهي، سيب لي الشوك، واحده واحده كده مع بعض بدات تاثر اهي. اروح ابص على البتنجان، وانا بعمل البتنجان ده تعالى اما اعمل كمان شويه بطاطس وشويه ايه حسن وشويه فلفل. انا جبت خمس بطاطسات قشرتهم ونقعتهم في ميه فيها سنه ملح قدامك اهو يا جمالك. وبعد كده المصفه بتاعتي اصفي منها البطاطس بتاعتي. يبقى خطواتك كده كلها قدامك، معلق على البصاره، معلق على الفول بالتخديعه، معلق على البتنجان، وفي نفس الوقت اقلي البطاطس واقلي الفلفل عشان وقتي. لما تيجي تعملي حاجتك رتبي دماغك. قدامك اهو البتنجان في النار، وادي كمان البطاطس في النار. يا جماله ادي الفول بالتخديعه، بيقول لك يا تفاصيله وريحته مع السمنه البلدي والثوم، يا حركاته. قدامك اهو من الحل الاخر بشوكه نعميه سنه بسيطه عشان تحس بالتخديعه ويجرش تحت درسك مع التخديعه. خدي بالك من دي، بص البطاطس يا حسن، بص البطاطس، تعالى هنا اهو مع بعض كده اهو زي ما انت شايفه كده عشان الرطوبه، عودي نفسك. تشف هنا، وادي البتنجان بتاعك نفس الكلام، خطواتك كده. وادي كمان صلصه البتنجان بتاثر عندي، ما تستعجليش عليها، اثري فيها كده مع التقليب المستمر. تعالى بقى
زي ما انت شايف كده قدامك التفاصيل. تعالى نعمل ايه؟ نعمل اضافات البصاره بعد ما استوت. يعني ايه؟ الفول والبصل والبصل والثوم والطماطم والجزر استووا. تعال نبص عليها كده ونشوف التركه بقى. بص كده استوت كده، بص عليها كده يا عم ياسر، استوت. يبقى هنا الفول المدشوش اللي انا قاعده ساعتين، الثوم، البصل، الطماطم، الجزر استوى. بعد ما استوى كده هعمل له ايه؟ شبت بقدونس، كزبره خضراء، وايه تاني يا عم حسن؟ شويه نعناع اخضر، واروح عامله ايه تاني؟ متبلاه ملح، متبلاه فلفل، شطه، كمون، كزبره. كل ده مع بعضه؟ اه كل ده مع بعض، ونقلبه تقليبتين كده وياخدوا غلوه. وبعد ما ياخدوا غلوه بالهاند بلندر، والتركه التانيه هتشوفيها بعد ما اطحنه كويس جدا، ياخدوا غلوه مع بعض عشان نعمل احلى شويه بصاره بتفاصيل وتركات شيف حسن. فاضل لي ايه؟ معلقه من الملخيه الناشفه مع الهاند بلندر مع التنعيم. يبقى الفول بالتخديعه بيقول لك يا تفاصيله، والبطاطس في القلايه، والبتنجان والصوص بتاعها قدامك اهو. بعد ما يقصر كده قدامك، دي معلقه الملخيه الناشفه اللي هنديها على البصاره عشان تستمتعي باحلى بصاره بشويه ايه؟ بشويه من الايه؟ الورد اللي هنعمل بطاطس متحمر نزيق بيه زي ما انت عايز. يا جمالك بص الصوص عامل ازاي بتفاصيلك وحركاتك بتاع البتنجان. تعملي تخديعه زي ما انت عايزه، قدامك التفاصيل والحركات والتكات. زي ما انت شايف كده قدامك اهو، التخديعه بتاعت الفول جاهزه، مش محتاجه حاجه. كل تفاصيلك كده كلها قدامك، وعندك كمان البتنجان بتاعك جاهز، وفي نفس الوقت عندك كمان البصاره جاهزه. اول البصاره ما تاخد غلوه مع الكزبره والشبت والبقدونس والنعناع والملح والفلفل والشطه والكمون والكزبره. تعال اما نشوف هنعمل ايه. بص التفاصيل كده قدامك اهو، هروح جايبه الهاند بلندر بتاعي. ونعم بص التفاصيل، احلى شويه بصاره بالليل وانت قاعده وسخنين كده، ولقمتين عيش متقمر مع شويه بصل. يا جمال وحركات وتكات وانت سهرانه بالليل انت وعيالك انت وضيوفك زي ما انت عايز. نعامي 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 نعامي، اهو قدامك التفاصيل. نعم بالهاند بلندر بتاعك كل حاجه هتخش، الفول المدشوش والثوم، وفي نفس الوقت الطماطم والجزر والشبت والبقدونس والكزبره والنعناع والملح والفلفل والشطه والكمون والكزبره، وميه سخنه بتغلي. دي المكونات بتاعتك اهو. نعم نعم ما تستعجلش خالص، زي ما انت شايف كده اتاكد ان مفيش اي حبوب، وتغلي غلوتين. تعالى بقى اما اروح بقى خلاص كده نعمت، اغطيها واسيبها شويه وارجع لها تاني بالهاند بلندر. لكن كده البتنجان جاهز عندي. تعالى شوف البتنجان قابلني كده اهو، قدامك البتنجان. ارص البتنجان كده زي ما انت شايف. بص بص البتنجان رصه كده يا تفاصيلك. تعال بص بقى بعد ما طلع رصيته، معلقة كبشة صلصة كده اهو عشان تدلع. رصه كده اهو لكل واحد طبق، وادي الصلصة بتاعتك اهو عشان تدلعي عيالك او ضيوفك. وايه تاني يا عم حسن؟ سن الكزبره خضراء وانت معايا كده اهو. ودلعي عيالك. يبقى عندك البتنجان، وعندك كمان الفول بالتخديعه، وعندك البطاطس، وفي نفس الوقت عندك البصاره قدامك. لكن التركات والحركات لها ناسها، انتظروني.